بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين، احنا كل يوم بنبقى موجودين مع حضراتكم، او كل مباريات الدوري عندما تكون هناك مباريات في الدوري بنكون موجودين فيه مع حضراتكم. لاننا النهارده الحقيقه اولا انا بشكر كل الناس اللي بتبعت لي على سواء تويتر او على الانستجرام او على الفيسبوك، عندي فيسبوك الفيسبوك الخاص بتاعي او كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بيا. انا سعيد جدا 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 باللي حضراتكم بتقولوه وبشكركم جدا جدا جدا. ولكن يعني اطمن حضراتكم ان احنا ان شاء الله ماشيين في نفس الطريق وبنفس الاسلوب وبنفس الطريقه اللي احنا دايما بنتحرك بيها او بنتكلم بيها، وهي ان احنا بنحافظ على حقوق النادي الاهلي. كيف نحافظ على حقوق النادي الاهلي؟ هي عندنا مجلس اداره استطاع او خلال امبارح والنهارده زي ما حضراتكم او النهارده الصبح زي ما حضراتكم شفتوا مجموعه من القرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي في حوالي ست مذكرات. الأهلي بيلجأ لرئيس الوزراء لإيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك واتهاماته الباطلة. حوالي زي ما قلت لحضراتكم ست مذكرات، والأهلي يطلب من رئيس مجلس النواب مثول رئيس نادي الزمالك أمام جهات التحقيق بالقانون. أيضا الأهلي بيطالب وزير الشباب والرياضة بمحاسبة رئيس نادي الزمالك، والأهلي أيضا بيشكو رئيس نادي الزمالك للجنة الأخلاق باتحاد كرة القدم، والأهلي بيشكو رئيس نادي الزمالك لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية، والأهلي بيطلب من المجلس الأعلى للإعلام حجب الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك بسبب تجاوزاته. زي ما قلت لحضراتكم من أول يوم وأنا بطلع فيه مع حضراتكم، قلت لكم إن إحنا دايما لما هنيجي نتكلم هنتكلم بمنتهى الاحترام بمنتهى الأخلاق، ولكن محدش هيسكت على حاجة كانت بتحصل أو حاجة حصلت ضد النادي الأهلي أو ضد اسم النادي الأهلي أو ما يسيء للنادي الأهلي. دايما هنكون موجودين علشان إحنا بنمشي بسياسة عامة، بسياسة عامة هنا في القناة من خلال ما يحدث داخل النادي الأهلي والمحافظة على هذا الكيان الكبير الحقيقة اللي إحنا كلنا بننتمي إليه أو كلنا بنشتغل تحته. عشان كده أنا بقول لحضراتكم، والأهلي دايما لما بيجي يعمل شيء بينظر لشيء واحد فقط، وهو ازاي نعمل كده ولكن بالقانون، بالقانون وليس باي شيء اخر، مش بالصوت العالي بنطلع تلاقي فلان اتكلم وعلان اتكلم. لا لا لا، ما عندناش احنا الكلام ده الحقيقه، ولكن دايما بتكون الامور رايحه في اتجاه القانون. احنا دوله قانون، دوله مؤسسات، والقانون فيها هو اللي بيسود. عشان كده النادي الاهلي اتجه للقانون واتجه لمذكرات لكل الجهات اللي من الممكن ان يتم او تحاسب من يتطاول على النادي الاهلي او من يحاول ان يتطاول على النادي الاهلي ويلقي بالتهم جزافا. خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا كل البرامج اللي في القناه الحقيقه ردت وردود قاطعه على ما حدث في اليومين ثلاثه اللي فاتوا، وزي ما قلت لحضراتكم هيظل دائما هو ده المسلك اللي هنسلكه. احنا لن ننساق وراء اي حد بيتكلم ولا اي حد، لا، احنا ممكن نقول كلام كتير جدا، ولكن احنا دايما اتعودنا او اتعلمنا هنا داخل النادي الاهلي وداخل هذه المنظومه الكبيره الحقيقه وهذا الكيان الكبير، ان احنا دايما لما نيجي نتكلم نتكلم بورق وبادله وبقوانين من خلال القوانين اللي بتبقى دايما موجوده. ان احنا زي ما قلت لحضراتكم ودايما هرجع اقول هذا الكلام، ان احنا دوله مؤسسات والقانون هو اللي بيسود فيها، مش الصوت العالي. القانون هو اللي دايما يسود وليس الصوت العالي. الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي شاف ان هناك تجاوزات بتحصل، وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم ست مذكرات لرئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب ولوزير الشباب والرياضه و لجنة القيم في اتحاد كرة القدم ولجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية والمجلس الأعلى للإعلام. هي دي الطرق القانونية اللي دايما النادي الأهلي بيتبعها، وهو ده دايما الرد. ولو تفتكروا أنا من يومين ثلاثة لما كنت موجود مع حضراتكم يوم مباراة فيتا، قلت لحضراتكم إن احنا ما بنتكلمش، احنا ما بنردش بالكلام. النادي الأهلي ما بيردش بالكلام، النادي الأهلي لما بيرد بيعرف يرد ازاي وامتى وامتى، وهو اللي بيقرر يرد امتى، مش حد بيجبرنا ان احنا نرد، لا، النادي الاهلي هو اللي بيقرر يرد امتى.
لما عاوز اقول او لما عاوز اتكلم او لما عاوز ارد هرد، لما عاوز ارد هرد. النادي الاهلي احترم كل الاعراف وكل القوانين خلال الفتره اللي فاتت، وسيظل كذلك دائما يحترم الاعراف والقوانين اللي احنا دايما ماشيين عليها كبلد شرقي، او البلد اللي احنا تعودنا او شفنا القوانين اللي فيها ماشيه ازاي. وعشان كده زي ما بقول لحضراتكم دايما ما تقلقوش، وراكم مجلس اداره قوي جدا، عندكم وسائل اعلاميه في كل المجالات، الناحية الإعلامية في النادي، القناة، كل الأمور الحمد لله دلوقتي محدش بيسكت على حاجة ومحدش هيسكت، ولكن دائما بالاحترام وبالقانون، بالاحترام وبالقانون. عشان كده دايما بقول لحضراتكم ما تقلقوش. ده جانب، وأنا ما بحبش أتكلم في الجانب ده كتير الحقيقة، يعني أنا عارف إن، لكن أنا ما بحبش أتكلم في الجانب ده كتير، لأن خلاص الجانب ده أصبح في يد القانون، في يد القانون هنا في البلد، بقى هم يتصرفوا ويشوفوا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. وكلنا ثقه الحقيقه في كل الاسماء الكبيره اللي موجوده، اللي احنا قلنا لحضرتك سواء رئيس الوزراء او وزير الشباب او لجنه القيم في الاتحاد او لجنه القيم في اللجنه الاولمبيه او المجلس الاعلى للاعلام او اي حد. النادي الاهلي كلنا ثقه فيهم الحقيقه، وكلنا عارفين ان الناس دي دايما بتاخد حق اي او بتاخد الحقوق من خلال القانون. عشان كده انا بقول لحضراتكم ده جانب انا يعني مش عايز اتكلم فيه كتير. على الجانب الاخر، زي ما حضراتكم شفتوا خلال الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي ينظر لشيء واحد، هو كيفيه عوده فريق كره القدم للفوز، الفوز بكل البطولات القادمه. ده امل النادي الاهلي، بيعمل على هذا الامل ان هو، لان احنا دايما لما بنيجي نفكر، يعني انا لما الناس بتيجي تسالني تقول لي هو انتم يعني في الاهلي ما بتفكروش في حاجه تانية غير ان انتم تاخدوا بطوله دوري مثلا او كاس؟ اقول لهم يا جماعه يعني انا لعبت 4 5 سنين في النادي الاهلي الحقيقه، الفتره دي كلها لما كنت بنزل ماتش لو هلاعب اقل فريق او اكبر فريق، يعني لما رحنا كاس العالم وكان حلمنا ان احنا نلعب ريال مدريد في النهائي، كنا لو وصلنا النهائي وهنلعب مثلا ريال مدريد او برشلونه او اي اسم من الاسماء الكبيره دي، كان حلمنا، او لما لو كنا نزلنا المباراه دي ما كناش هنفكر الا في شيء واحد بس، ازاي نكسب، ازاي نكسب. ما حدش في النادي الاهلي بيفكر في حاجه تانية، الكل بيحاول ان يجتهد ان هو كيف يفوز في المباراه فقط، مفيش حاجه تانية. في كل الالعاب، في كل الالعاب اللاعب في النادي الاهلي بيبقى طالع من صغره كده، المركز الثاني ده بالنسبه له ولا حاجه. المركز الثاني بالنسبه للنادي الاهلي او لاسم النادي الاهلي هو فشل في كل حاجه، بقى في يد، في طايره، في سله، في كوره، في اي حاجه، في كره ماء بالمناسبه، اي حاجه، في سباحه مفيش اي مشكله خالص. النادي الاهلي دائما ما يلعب على المركز الاول، وانا مش بقول لحضراتكم الكلام ده، انا عاصرت الكلام ده، انا شفت الكلام ده، وكل الناس، الجمهور اللي كان بيجي ويشجع الفرقه في الملعب الحقيقه، لنفسنا نشوفكم مره ثانيه بقى خلال الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لكم برضو ان كاس الامم الافريقيه او فوز مصر بتنظيم كاس الامم الافريقيه، اعتقد ان هو هيدي دفعه كبيره جدا جدا للمسؤولين جوه البلد، ان هم ان شاء الله تبقى هناك حلول امنيه وحلول مع الجمهور، ان تبقى في عدد اكبر من الجمهور خلال المباريات المحليه، الدوري او كاس او كذا او كذا. فعشان كده بقول لحضراتكم دايما تفكير اللاعب في النادي الاهلي، اي لاعب بيلعب في النادي الاهلي دايما تفكيره شيء واحد فقط، وهو كيف يفوز في المباراه. احنا عندنا المركز الثاني زي المركز الاخير، يعني احنا عندنا 18 فرقه في الدوري، لو احنا خدنا المركز الثاني بالنسبه لنا زي ال 18، ما يفرقش معانا كتير، لان احنا بنلعب على مركز واحد فقط وهو المركز الاول. انا عارف ان الكلام ده بيضايق ناس كتير، ولكن انا بتكلم بحقائق، انا بتكلم بالحقائق، ما بقولش اي كلام في الهواء وخلاص. زي ما في ناس تطلع كده تقول لك ايه اصل النادي الفلاني ده نادي اللي مش عارف ايه، يا جماعه منين الكلام ده؟ انا مش عارف منين يقول لك القطبين، يعني حاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها الحقيقه،
وهناك فارق كبير جدا 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 في كل البطولات. احسب البطولات، اتكلم بالبطولات، اتكلم بالنتائج اللي بيتم تحقيقها على ارض الواقع، مش بتكلم مش كلام في الهواء. ممكن انا اعمل مداخله تليفونيه اقول والله انا لعبت او انا اعظم لعيب في العالم، انا ممكن اطلع اقول كده، لكن محدش هيصدقك، محدش هيصدقني لو انا طلعت كده واتكلمت في التليفون قلت انا اعظم لعيب في... انا اعظم لعيب في العالم، محدش هيصدقني، محدش هيصدق، لان الورق بيقول غير كده. فلما تيجي تقول انت او اي حد يطلع يتكلم يجي يقول لك ايه اصل النادي الاهلي بيكسب مش عارف ازاي وبيعمل ايه، ما هو 40 دوري، 40 دوري كام كاس؟ انا بنسى اصلي والله، معلش يا جماعه اعذروني في الارقام شويه لان انا بنسى وعندي الاعداد ما حدش بيقول لي حاجه. ف ارقام كبيره جدا و... طب 36 متشكر جدا، 36 ده كاس، ده هنا بس في البطولات المحليه. لو اتكلمنا على البطولات الافريقيه 8 وان شاء الله ربنا يسهل. احنا بنتكلم بالارقام بالحقائق، ايه اللي بيحصل؟ النادي الاهلي صرف 200 مليون جنيه في التعاقدات بتاعته في هذا الموسم او في الانتقالات الشتويه. انت مالك؟ انت الناس مالها؟ النادي الاهلي صرف 200، صرف 500، صرف مليار، هو الناس مالها؟ الناس زعلانه ليه؟ الناس انا والله العظيم بقعد كده اقول لا اله الا الله، اقعد ابص في الورق والناس اللي كاتبه والتصريحات والبداع. صرف 200 مليون جنيه، صرف 500 مليون، هو بيصرف من جيب حد؟ ما بيصرفش من جيب حد. النادي الاهلي ما بيصرفش من جيب حد، النادي الاهلي بيصرف من جيبه. بيطلع الفلوس من جيبه زي ما وريت لحضراتكم كده من كام يوم، طلع الفلوس من جيبه وبيدي. استاذ خالد الدرندلي بيمضي على الشيكات بما انه امين الصندوق يعني. ف الناس زعلانه ليه؟ الناس متضايقه ليه؟ نفسي اعرف. صرف منين؟ جاب منين؟ الجمعيه العموميه فقط هي التي تملك ان تحاسب مجلس الاداره لو شايفين ان هو بيعمل حاجه غلط، في جمعيه عموميه تتعمل يتم حساب فيها مجلس الاداره، لكن غير كده مش عارف الناس متضايقه ليه؟ النادي الاهلي صرف 200، صرف 500، صرف مليون، مليار، 200 مليار، ما حدش له علاقه. وطبعا في جهه اداريه، الجهه الاداريه هي اللي بتتحكم او هي من حقها ان هي تشوف الامور الماليه ماشيه ازاي في النادي، ومجلس الاداره في بيان رسمي، بيان رسمي طلع وقال لك ايه؟ يا جماعه احنا البيبان كلها مفتحه، اللي عايز يتفضل يتفضل في اي وقت، في اي وقت. فانا في حاجات كتيره جدا الواحد بيقعد يستغرب ويقول نفسي افهم، هو لما النادي اي نادي تاني بيصرف اكتر من 100 مليون ولا 150 ولا 300 مليون ولا 400 مليون ولا حد بيتكلم؟ حد بيسال الصفقات دي ليه؟ ولا جاب الفلوس منين؟ ولا اللي اداها لك اداها لك ليه؟ ما حدش بيسال، مالناش علاقه. الناس هنا بتدور على مصلحه النادي بس، لا تنظر الى ما يحدث خارج النادي. بنبقى عارفين كل حاجه طبعا، ولكن لا ننظر الى ما يحدث خارج النادي، لان كل اللي يهمنا شيء واحد فقط وهو اسم هذا النادي، اسم هذا الكيان يظل دائما في يفضل عالي كده دايما. وزي ما قلت لكم هفضل اكرر الكلمه دي مليون مره، انا ما بقعد مع اولادي بقول لهم هذا الكلام، بقول لهم ان انتوا لو هتلعبوا في الاهلي ولا ما تلعبوا في اي نادي تاني غير لما تلعبوا في الاهلي، الاهلي دايما بتلعب في حاجه واحده بس، او بتلعب عشان تعمل او تكسب شيء واحد فقط، هو المركز الاول في اي لعبه بقى، اي لعبه ما مش فارق معانا كتير يعني. وبالتالي مجهود دائما بيبذل علشان نوصل للي احنا عايزين نوصله من كل من كل الناس. انا لما بقول مجلس اداره، لكن هناك لجان كثيره جدا داخل النادي، هناك ادارات كثيره جدا داخل النادي بتشتغل في كل الامور، لعيبه كوره، لعيبه هاندبول، لعيبه طايره، لعيبه سله، كل حاجه، كل الرياضيين اللي موجودين في النادي بيشتغلوا لهدف واحد فقط وهو المركز الاول. في انديه تانية لو خدت المركز يعني لو فضلت في وسط الجدول كانت مبسوطه، ما فيش مشكله، انا لا اعيب على هذا الكلام بالمناسبه، لكن يعني ده كل واحد وتفكيره وكل واحد ومقدرته وكل واحد وامكانيات اللي عنده.
اصرف بقى 200، اصرف 500، اصرف 600، محدش له علاقة بالكلام ده. محدش له علاقة انا بصرف كام. هو حضرتك وانا باجي اقول لحضرتك اديني فلوس علشان اشتري فلان او اشتري او اجيب صفقة ب 100 مليون ولا ب 150 مليون، انا اللي بشتري وبدفع من جيبي. يعني ما عندناش يعني تفكير في اي شيء اخر، هو شيء واحد فقط زي ما قلت لكم، احنا او مجلس الاداره بيتكلم على ان هو يجيب لعيبه تدعيمات يستفيد منها الفريق من خلال موافقه المدير الفني، المدير الفني وافق على فلان وعلان وترتان، جبنا حسين الشحات وياسر ابراهيم وحمدي فتحي مؤخرا وكل الناس اللي جت وجيرالدو ومحمود وحيد وكل الناس اللي موجود. الناس زعلانه ومتضايقه عشان انا بدفع 30 مليون ولا 40 مليون ولا 50 مليون، مش عارف ليه، مش انا يعني النادي الاهلي بيدفع. حاجه غريبه جدا والله. ناس فاضيه، ناس فاضيه اللي بتتكلم في هذا الكلام، يا ناس فاضيه. يدفع 200 مليون، يدفع 500، ما حدش له علاقه بهذا الكلام. الوحيد اللي زي ما قلت لحضراتكم او الجهه الوحيده اللي تقدر تعمل كده الجمعيه العموميه والجهه الاداريه. الجهه الاداريه الباب مفتوح في اي وقت، الجمعيه العموميه في الاوقات اللي هي عايزه تعمل في جمعيه عموميه تفضلوا يعملوا جمعيه عموميه ويشوفوا ويحاسبوا مجلس الاداره. لكن واحد يطلع لي من هنا وواحد يطلع لي من هنا وواحد يطلع لي من هنا وواحد يطلع لي من هنا، بس النادي الاهلي صرف 200 مليون جنيه. ما هو صرف 200 مليون جنيه علشان مثلا، يعني انا بقول حاجه واحده بس دي اللي انا شايفها قدامي، عقد الرعايه بتاعه كام؟ مليار تقريبا ولا 500 مليون حاجه كده؟ فيصرف براحته طالما بيصرف في اوجه حقيقيه يستفيد منها الفريق او يستفيد منها النادي من الناحيه الانشائيه، محدش له علاقه. يعني حاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها. طيب الاهلي ان شاء الله عنده مباراه مهمه جدا جدا ان شاء الله يوم الجمعه القادم، بكره ان شاء الله هنتكلم اكتر عن هذه المباراه، هنكون موجودين مع حضراتكم ان شاء الله بكره، هنتكلم على المباراه الافريقيه وماذا يحدث في المباراه الافريقيه وكيف يلعب فريق شبيبه الثوره الجزائري وبيلعب في الدوري الجزائري في المركز الكام او وصل للمركز الكام من كام مباراه. بكره هندي لحضراتكم تفاصيل اكتر بكتير عن المباراه الافريقيه اللي هيلعبها النادي الاهلي. النهارده هنتكلم اكتر عن مباريات الدوري العام وماذا حدث في مباريات الدوري العام النهارده، ولكن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ودايما هرجع واتكلم معاكم في هذا الموضوع لانه موضوع مهم جدا. حضراتكم الاساس في كل شيء، انتوا كجمهور. بطوله الامم الافريقيه مصر استطاعت ان تفوز بتنظيم هذه البطوله في ظل اجواء كان من الممكن جدا ان تروح لجنوب افريقيا، وحضراتكم عارفين بقى الموضوع ان احنا كسبنا 16-1، كسبنا جنوب افريقيا في التصويت 16-1، ومجهودات كبيره جدا جدا لكل اجهزه الدوله وكل الناس اللي موجوده واتحاد كره القدم ووزاره الشباب والرياضه متمثله في السيد الوزير اشرف صبحي، الدكتور اشرف صبحي الحقيقه اللي كان له دور بارز في هذا الموضوع. وايضا زي ما قلت لكم اهم حاجه في بطوله افريقيا او تنظيم بطوله افريقيا ان انت خلال الفتره او خلال الاربع خمس شهور القادمه، وسمير جاب لنا على طول اهو 2006 لما كنتوا حضراتكم موجودين في المدرجات وكانت الناس يعني كانت احلى من احلى البطولات الافريقيه في على مدار كل البطولات الافريقيه اللي لعبت، وكانت 2006 نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوفها في 2019. طيب خلينا اولا نرحب بوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ونقول له كل سنه وانت طيب يا دكتور، طبعا سنه جديده وان شاء الله تبقى سنه سعيده على حضرتك وعلى علينا وعلى كل مصر ان شاء الله. مساء كل سنه طيب ومتشكرين جدا جدا يا يعني سياده الوزير. عايز اسال او ابدا مع حضرتك بالاسئله اللي عندي في البدايه، اولا كيف ترى استضافه مصر لبطوله كاس الامم الافريقيه والدور الكبير اللي قامت بيه كل مؤسسات الدولة وآخرها طبعا أو أولها متمثلة في وزارة الشباب والرياضة؟ دي حاجة عظيمة جدا على أقصى المستوى وحاجة عظيمة ما كانش مقدر ليها في الحقيقة، إن احنا يعني
نكون موجودين فيها او ناخدها يعني. نعم نعم. لغايه يعني 2023 مثلا. وتعرف حضرتك اخر حاجه احنا كنا عملناها 2006 وكان يعني وما قبلها يعني 86 وما قبل 86 74 و 99. نعم. فاكيد يعني شعور زي شعور حضرتك باستضافه حدث كبير في افريقيا كره القدم يعني ياتي من حدث اخذ قدر كبير من سعاده كره مصر. يعني سيادة الوزير يعني ده سؤال بقى شخصي عايز اساله لحضرتك، يعني امتى بدأ التفكير في استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019؟ يعني حضرتك كنت قاعد، ايه اللي حصل؟ المهندس هاني يكلم حضرتك، يعني ازاي تواصلتم ووصلتوا ان انتوا توصلوا لقرار ان شاء الله مصر تستطيع ان تنظم كأس الأمم الأفريقية او تستطيع ان تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية؟ لا والله هو الفكره في حاجه مختلفه شويه، لان كنا مترقبين لما عطلت اشاعه الكاميرون مش هتبقى موجوده، وبعدين الكاميرون بقت موجوده، وبعدين طلعت اشاعه يعني على موضوع المغرب، ثم معالي وزير الرياضه المغربي اعلن عدم دخول المغرب. حتى تواصل يعني بشكل او اخر درجه الوزراء معايا، وكان في تواصل انا مع رئيس الاتحاد المهندس يعني، وبدانا من اللحظه ديت ان احنا نجري بخطوات سريعه في يوم ونص تقريبا، والحمد لله يعني انجزنا فيها النتيجه اللي احنا فيها. طيب راي حضرتك في حصول مصر على اغلبيه الاصوات يعني 16 واحد، هل ده بنعتبره رد اعتبار ولا ده شيء كائن بذاته؟ والله كل الاعتبارات اللي حضرتك قلتها موجوده، بالاضافه الى ان يعني مصر الحمد لله رئيس الاتحاد الافريقي، بتكلم الاتحاد الافريقي مش الاتحاد كره القدم يعني على المستوى السياسي يعني برئاسه فخامه الرئيس يعني. فيجي في نفس التوقيت دي حاجه مهمه جدا يعني، ان يعني تيجي في التوقيت دوت يعني في 2019 وما تستضيفش كاس الامم في 2019. نعم. طيب يعني كنت شايف لحضرتك مع السيد رئيس الوزراء صور كثيره في استاد القاهره، ممكن حضرتك تكلمنا شويه عن الاستادات التي من الممكن ان تستضيف بطوله كاس الامم الافريقيه؟ هو فعلا في لجنه يعني منظمه، وزي ما عملنا يعني لجنه منظمه رئيس اتحاد مصر كره القدم مهندس هاني يكون رئيسها. الحقيقه يعني اقترح من خلال اتحاد الكوره واللجنه بشكل مبدئي الاستادات اللي موجوده، ودي يعني في مجرات على الدغم يعني، لكن هو في استاد القاهره، استاد الدفاع الجوي تقريبا، واستاد الكليه الحربيه يعني في القاهره ثلاث استادات. نعم. في اسكندريه استاد اسكندريه. نعم. واستاد حرس الحدود. حرس الحدود. ماكس. وكمان في طبعا عندنا يعني مجموعه من الاستادات اللي هي كمان بتتعمل دلوقتي في الحقيقه عليها فتح كامل يعني، زي بورسعيد والاسماعيليه والسويس وهكذا يعني. حضرتك شفت بقى ماذا عن تطوير ارضيه الاستادات؟ لان احنا يعني اليومين دول احنا عارفين احنا في مصر يمكن التوقيت فارق شويه، لانه دلوقتي في الشتاء بتبقى الارضيه مش شكلها مش لطيف شويه. ده فعلا، لكن هيتم العنايه والتركيز بشكل كبير جدا في مجموعات عمل بدات بالفعل يعني باستثناء استاد القاهره، لانه بيطور من صفر ارضيه الملعب بتاعته بنوع جديد مربوط ما بين القصر الطبيعي والصناعي بطريقه جديده يعني. بقيه الاستادات اكيد بيتعمل عليها دلوقتي دراسه كامله في مجموعات عمل بس. يعني بدات تفندم مجموعات رئيس الوزراء معايا. باقي الاستادات هيتشال طبعا كل حاجه، وعارفين يعني زي المواصفات الافريقيه الحد الادنى لكل استاد 15,000. ده افريقيا، فبالتالي ده كمان من ضمن المتطلبات اللي بتشاف عليها. تمام. عايز اسال حضرتك برضو عن زيارتك لاتحاد كره القدم يوم الاحد الماضي، وما الذي تم التطرق اليه؟ كان لازم طبعا يحصل اجتماع وزياره، كان لازم وحصل الاجتماع وحصلت الزياره وحصل مؤتمر صحفي، لان اكيد لازم يكون في تحديث معايا بصفتي يعني والمجلس ده كله، لان كلنا الحمد لله في اتجاه واحد تجاه بلدنا، كلنا عارفين ست شهور تحدي كبير جدا، لازم اكيد احنا يعني قد هذا
تحدي نعم لجنة المصريين، فكان لازم ان احنا يعني نطفي الرؤيه العامه وشكل وترتيبه ان يكون فيها من لجنه عليا دوله رئيس الوزراء ومجموعه الوزراء المعنيين واللجنه التنظيميه برئاسه المهندس هاني، والترتيبه اللي احنا يعني كان لازم نوضحها ونحط النقاط بتاعتنا كلها يعني. سيادة الوزير، بما ان هناك تعاون دائم ما بين اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، هل من الممكن ان يكون اختيار مثلا مدير البطولة بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، ولا ده حق اصيل للوزارة ولا للاتحاد؟ يعني برضو عايزين الناس تفهم النقطة دي. كابتن الاسلام، بص كابتن الاسلام، في الاخر كلنا في اتجاه واحد، كلنا نعم. في اتجاه اكبر من كده، عشان كده لما نوهنا قلنا ان في لجنة عليا كبيرة وفي كمان يعني مجموعة متابعة ما بين اللجنتين واللجنة التنظيمية. أكيد إحنا بنتعامل يعني كإدارة ككل، لجنة منظمة وبيفوض رئيس اللجنة المنظمة على اتحاد الكورة وبيعملوا هيكل تنظيم متكامل، وأعتقد يعني مدير الحدث هو منفذ يعني، لأن في فوق اللجنتين كبار يعني. بالظبط. الاختيار متكامل، لأن ما ينفعش يعني أي حد من القوى العامة لازم ينتقي من يؤدي سياسه. مظبوط مظبوط. وحضرتك انا يعني شفت حضرتك تصريح ان هو هيكون شاب من الشباب، بما ان اتجاه الدوله من هذه الايام الى الشباب. والله هو في اقتراح يعني كذا اقتراح من استاذ رئيس اللجنه المنظمه، واحنا مع ان هيكون موجود، بس نقول يعني ما حدش يقلق حاجه، لان في مهندس خالد خبرته واتحاد الكره وخبرته، دي كلها حاجات يعني ما نقلقش من مين، لكن انا بثق في الجروس. يعني ايه جروس؟ ان احنا بطوله كبيره وست شهور، ده الاهم. بثق للتجهيزات اللي هتعمل، بثق كمان لمسؤوليات الاتحاد، ان يعني ولا ينفع بطوله في مصر شكل التنظيم مش على اعلى مستوى. مظبوط. ولا ينفع ان احنا نضيف بطوله في مصر والمنتخب يعني ربنا يستر، لا يوازي توقعات والمصريين يعني، لان اي واحد اي اخطاء يعني اكيد احنا في نصابي يعني. نعم. وبالتالي يعني كل الامور هتبقى في الاتجاه الصحيح، يعني من الناحيه التنظيميه، من الناحيه الفنيه، واعتقد ان حضرتك مراقب لكل ده. اكيد كلنا هنشتغل كل ده. نعم. دقه شديده ان شاء الله يعني. السيد رئيس الوزراء قال لحضرتك ايه بعد ما شاف استاد القاهره؟ لا، في حاجات كتير ان شاء الله نعملها، لان ده هيكون الاستاد الرسمي للافتتاح والختام، ففي حاجات كتير اكيد احنا انت عارف استاد القاهره بقى الفتره دي مبقتش عارف. نعم. وبيتجهز، فطبعا لما المكان ما بيبقاش مستخدم اكيد بيبقى شكله يعني مش ده الشكل الطبيعي يعني، اكيد يعني. مظبوط. فاكيد احنا يعني لازم في حاجات كتير، ودوله رئيس الوزراء بتسال تتحرك معانا واتحركت معاه، ان احنا ان شاء الله يعني شكل يختلف عند استضافه الحدث. تمام. طب ماذا عن حقوق البث يا فندم لهذه البطوله؟ هل سيكون هناك اتفاقات بين مصر والشركه صاحبه حقوق البث، ولا الامور هتفضل زي ما هي؟ بص، هو حقوق البث والحقوق التجاريه دي، اما ان المشاهده للبطوله زي ما حضرتك عارف خلاص يعني اللي عنده اشتراك هيبقى يعني ما تشالش الاشتراك من مصر. نعم. اما ايه ودور التلفزيون واللي هيتعمل، اكيد فيه لجان شغال على هذا الموضوع في الوقت الحالي. طيب، هل البطوله الافريقيه ستكون بدايه، او يعني مجرد لما احنا فزنا بهذه البطوله او تنظيم هذه البطوله، هل سيكون بدايه لعوده الجمهور محليا خلال الفتره القادمه بشكل اكبر؟ طبعا، ده انا اكيد، لان ان شاء الله يعني كل العوائد الايجابيه، لان البطوله بتضافها في مصر ليها عوائد كتير مباشره، عوائد غير مباشره، وعوائد اقتصاديه وعوائد سياسيه، من ضمنها هي استدامه كل الجماهير، اكيد هتكون احد مكاسب هذه البطوله. تمام. طب هاخد بقى حضرتك لجزء تاني، وهو كيف ترى فوز منتخبنا لكره اليد امس على الارجنتين في بطوله كاس العالم، وتوقعات حضرتك لمسيره الفراعنه ان شاء الله. والله انا يعني متابعتي مع الجهاز الفني ومع مجلس الاداره ومهندس الشام. نعم. من بدايه العمل مع بعض من شهر 7 واستخدام خلال الاتحاد الجهاز الفني لمتطلباته وتحقيق يعني احتياجاته المختلفه. يمكن انا يعني تناول الحديث معاه هو يعني حصل ضرب بالنسبه للاعبين، هم مش عارفين يعني
يعني بيقولوا باد لك ودي اوف بالنسبه للماتش اللي حصل في غالبه فيه. نعم. بهني المنتخب واولادنا وان شاء الله يبسطونا في المباراتين اللي جايين علشان يعني الفرصه تكون متاحه للصعود للدور الثاني. يا رب ان شاء الله. لكن اخيرا انا متاكد انك انت اتكلمت في الاندبول والله لان ده يعني حاجه مهمه ولازم يبقى فيه يعني برضه ادراك ان عندنا حاجه ثانيه يعني حدث سعيد ثاني الاندبول وربنا يكتبه مباراة. يا رب ان شاء الله. نتكلم بقى في الاندبول تاني، نسال حضرتك رايك في استضافه مصر لبطوله كاس العالم لكره اليد في النسخه القادمه ان شاء الله، اعتقد البدايه من دلوقتي او من قبل كده كمان. لا ده حاجه كبيره جدا ان احنا نستضيف كاس العالم. حضرتك شايف ان في دولتين استضافوا كاس العالم، المانيا والدنمارك، احنا دوله واحده بتستضيف كاس العالم 2021. الموضوع كبير جدا ويلزمه انشاءات اخرى، ده بيتعمل في الوقت الحالي واستعدادات ان شاء الله بعد رجوع الاتحاد اكيد الدنيا تبقى مختلفه يعني في التركيز في هذا الحدث يعني ان شاء الله. اخيرا يا دكتور انا عارف ان انا طولت على حضرتك ولكن فرصه ان حضرتك معانا، اخيرا هل هناك سيكون تعديل في قانون الرياضه؟ بص كل شيء وارد، احنا بنختار فترات مع اللجنه الاولمبيه بشكل كبير واكيد متفقين على ان يعني القانون حاجه كويسه بعد ظهوره في بعض المشاكل احنا شايفينها اكيد لابد من تعديلها في احنا بنتعامل. ده ممكن يبقى في خلال قد ايه يا فندم؟ انت عارف اي عمل اي حاجه من الحاجات دي بتستخدم وقت طبيعي لاجراءاتها ومناقشاتها واحنا في الوقت ده يعني. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور اشرف ويعني انا شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ويعني الحقيقه اتكلمنا في حاجات كثيره جدا جدا فيما يخص كره القدم وكره اليد وكل شيء. التوفيق طبعا لمنتخبنا في كره اليد، منتخب كره اليد الحقيقه بيلعب في كاس العالم، اول مباراه ضد السويد كانت مباراه رائعه، ثاني مباراه ضد قطر على الرغم من خسارتنا من السويد الحقيقه 27-24 لكن في اخر دقيقتين الحقيقه اللي حصل ده، لكن ايضا يمكن كان هو مباراتنا امام قطر وخسارتنا امام قطر او امام منتخب مجنسين قطر الحقيقه هو اللي خسرنا امامه. المباراة الثانية كان هناك بعض الزعل من الشعب المصري لأن الفريق لم يكن جيدا، لكن في مباراة الأرجنتين على الرغم برضو من الأخطاء الكثيرة في هذه المباراة لكن منتخبنا لكرة اليد استطاع أن يفوز على الأرجنتين 22-20 ويجدد أمله في الصعود إلى دور ال 16 إن شاء الله. المباراتين عنده بكرة الأربع مباراة ويوم الخميس مباراة، إن شاء الله يستطيع أن يفوز بهما ويصل إلى الأدوار التالية. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني لكرة اليد. طيب خلينا نروح نشوف، بما اننا كنا بنتكلم عن استعدادات مصر في لتنظيم كأس الأمم الأفريقية. طيب الأول قبل ما نروح للتقرير ناخد السفير أيمن مشرفة سفير مصر في الجزائر. سيد سفير ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين كلهم. اخبار حضرتك؟ انت عندك برد يا فندم ولا ايه؟ الف سلامه. الحقيقه الاجواء هنا بارده شويه بالليل يعني درجه الحراره بتقترب من الصفر والصبح متوسطه 11 درجه. يعني ربنا يعينكم يا فندم، ودايما السفاره المصريه واجهه مشرفه لكل المصريين الحقيقه يا فندم. والحقيقه فريق الاهلي دائما سفير مشرف لمصر عربيا وافريقيا. طب اخبار الفريق ايه يا فندم؟ انا عارف ان كان في استقبال رائع الحقيقه بين السفاره هناك والامور الحمد لله ماشيه بشكل جيد، لو حضرتك تقدر تقول لنا الاجواء، الاخبار، الصحافه بتقول ايه هناك؟ هل النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه ولا لا؟ نطمن الجمهور شويه. بلا شك طبعا ده واجبنا ان احنا نستقبل فريق الاهلي وكل الفرق المصريه، فاحنا نعتبر الرياضه هي القوه الناعمه لمصر. فلذلك المجال الرياضي هو مجال جيد بين مصر والجزائر كرويا وغير كرويا، فالفرق الرياضيه دائما وجودها في الجزائر والفرق الجزائريه زيارتها لمصر لا تنقطع. بالعكس في الصحافه المحليه بترحب بوجود الاهلي في الجزائر وده مش اول مره يعني. دايما الاهلي فريق يجب
كونتينيوس كاس على الاراضي الجزائريه هنا. نعم. باعتباره من الانديه العريقه على المستوى السيتي، وان شاء الله نتمنى انه اللي يلعب احسن هو اللي يفوز، لان الكره دائما مستديره والنصر هنا وهناك، ونتمنى الاهلي ان شاء الله وجماهيره التوفيق. ونتمنى طبعا انه الماتش يتم في سياقه بالروح الرياضيه والتنافس الشريف. سيد سفير الفريق الجزائري شبيبة الثورة، احنا بنقوله صح كده شبيبة الثورة ولا ولا هو له طيب هل الفريق ده فندم له جماهيرية كبيرة في الجزائر ولا يعني حضرتك طمنا شوية؟ لا هو طبعا انت عارف ان الكرة تعتبر الرياضة الأولى بالنسبة للجزائريين طبعا، وهم من الشعوب المحبة لكرة القدم مثل الشعب المصري. نعم. وطبعا كل هناك كل فريق له جمهوره وله خصائصه في كل منطقه، فمدينه بشار تقع في جنوب الجزائر. ونتمنى ان شاء الله من المباراه تكون زي ما اقول لك في اجواء سليمه واجواء رياضيه. لكن ما فيش اي مشاكل ان شاء الله. الامور ستسير في مجراها الطبيعي، والسفاره قامت بكل الاجراءات من اطار اتحاد الكره الجزائري. والاهلي حيسافر ان شاء الله، هيسافر بالفعل النهارده بالليل، والماتش هيتم في موعده، يعني ما فيش اي مشاكل على الاطلاق. كل شيء يسير حسب الخطه الموضوعه له وحسب الاتفاق ما بين النادي. هي كانت المشكله الوحيده بس في الطياره في طياره العوده، وتم حلها بالتعاون مع اتحاد الكره الجزائري والدوري الجزائري. يعني انا بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا للسفير ايمن مشرفه سفير مصر في الجزائر، بيطمنا الحقيقه على ما حدث في الجزائر من بعثه النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم سمعتوا وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا بكره ان شاء الله هيكون عندنا حلقه خاصه جدا عن مباراه النادي الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري. طيب هنطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، وبعد هذا التقرير هنستقبل ضيوفنا. الحقيقه النهارده عندي ثلاثه من النجوم الكبار، هنتكلم عن مباريات الدوري العام. كابتن النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، النجم الكبير الكابتن اسامه حسني، ان شاء الله هيكونوا معانا. بس نطلع فاصل ونتفرج على ماذا يفعل النادي الأهلي في الجزائر، ونرجع نستقبل ثلاثة من نجوم النادي الأهلي الكبار، ونحلل بقى مباريات الدوري العام في هذا الأسبوع. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحل بلد المليون والنصف مليون شهيد لملاقاة فريق شبيبة الثورة الجزائري لحساب الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. يتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة من الجزائر بثلاث نقاط تمنحه صدارة المجموعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي. البداية القوية تمنح الأهلي أفضلية في حسم بطاقة التأهل على المجموعة الرابعة مبكرا، وتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر قادم بقوة لاستعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولاته في السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة التي تعد الأعرق داخل قارة المواهب. الجهاز الفني والإداري للأهلي بدوره بدأ الاستعداد لمواجهة شبيبة الثورة بمجرد انطلاق صافرة صادق السلمي حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بالجولة الأولى بسفر مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري إلى الجزائر قبل موعد سفر البعثة للاطمئنان على الإقامة وملعب التدريبات ووسائل الانتقال. توصل الجهاز الفني إلى إضافة النيجيري جونيور أجايي العائد من الإصابة للقائمة الإفريقية وبرفقته الوافد الجديد لاعب الوسط المدافع حمدي فتحي، واختيار ثنائي للقائمة المختارة لمباراة شبيبة الثورة. قام مارتي لاسارتي المدير الفني للأهلي بدراسة نقاط القوة والضعف للفريق الجزائري
من خلال عدد من الشرائط الخاصة بشبيبة ثورة، بالإضافة إلى التدريبات اليومية التي حرص خلالها الجهاز الفني على تحفيظ اللاعبين عددا من الجمل التكتيكية والفنية قبل المواجهة المنتظرة، والتركيز على إنهاء الهجمات بشكل إيجابي بعدما شهدت مباراة فيتا كلوب العديد من الفرص المهدرة على مدار شوطي المباراة، والتركيز على استغلال الكرات العرضية والكرات الثابتة لتحقيق النقاط الثلاث في عقر دار الجزائريين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خليني أرحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقة اليوم من ملعب الأهلي، نجم الكبير كابتن عادل طعيمة. كابتن عادل إزاي حضرتك؟ مشرفنا ومنورنا. أهلا بيك كابتن. أهلا بحضرتك. أهلا. أيضا واحد من نجوم مصر والنادي الأهلي، نجم الكبير كابتن إبراهيم عبد الصمد. إزاي كابتن؟ أهلا كابتن. شرف منور. أنت اللي منور. ربنا يخليك. شرف ليا أن أكون مع حضرتك أول مرة النهاردة. شرف لينا حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن. أيضا واحد من نجوم مصر و نادي الاهلي، النجم الكبير كابتن اسامه حسن. ازيك كابتن؟ ازيك كابتن اسلام؟ شرف منور ودايما متالق. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك كابتن عادل. النهارده يا جماعه كان عندنا ثلاث مباريات في الدوري العام، عايز اقول لحضراتكم نتائج الثلاث مباريات. الاول خلوني ابدا بالانتاج او بمصر المقاصه والمقاولون العرب، وفوز مصر المقاصه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد. أما المباراة الثانية وتعادل إيجابي ما بين الإنتاج الحربي وبيراميدز بهدف لكل فريق. أيضا في مفاجأة من مفاجآت الدوري العام المصري في جولته 19، النجوم يفوز على سموحة بأربع أهداف مقابل لا شيء، ومفاجأة كبيرة جدا في نتيجة هذه المباراة. كل التوقعات كانت تذهب لفريق نادي سموحة، ولكن فاز النجوم لأنه الأفضل في كل شيء. و هنتكلم اكتر عن هذه المباراه، وابدا مع حضرتك يا كابتن عادل. احنا كنا قاعدين بنتفرج مع بعض على المباراه، حضرتك قلت لي النجوم كان ممكن يكسب سموحه بعدد اكتر من بهذه الاداء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه نحيي نادي النجوم ومديره الفني الرائع ابن النادي الاهلي. نعم. احمد سامي الحقيقه هو راهن على الفريق دوت، وكان في بدايه اداؤه كان في بعض الشوائب، ويمكن في اتصال تليفوني معاه قال انا هصبر على الشوائب. كنت هغشش الناس دلوقتي اقول لهم ان الكابتن عادل هو اللي مطلع احمد سامي، فاحمد سامي دايما كابتن ابراهيم برضو وهو صغيرين انا اخذتهم 17 سنه ل 20 سنه، ويمكن كابتن ابراهيم اخذته 20 سنه. سلمت. طب كويس، احنا النهارده يعني انا خدته 17 ل 20 سلمته للكابتن ابراهيم 20 وانا مشيت. سلمناه للفريق الاول وخلاص. سلمته للفريق الاول تمام. بس فهو كانت مكالمه بينك وبين الكابتن احمد سامي. كان في بعض الاداء، حتى الاستاذ الطويله كان دايما بيعاني ان في بعض الولاد حاسين بنفسهم زياده عن اللزوم، فكان ادائهم دايما فيه المظهريه. نعم. مفيش الايجابيه واللعب الجماعي، فقال لي كابتن انا هصبر على الولاد دول لان انا مقتنع بيهم. ده احمد سامي. وانا التجربه دي انا ان شاء الله هنجحها وهكذا يعني. النهارده الحقيقه من اروع المباريات اللي اداها النهارده، بيأدي توازن دفاعي وهجومي، وفي فترات بيعمل هجمات مرتده، يضغط من تحت وبعدين يروح رايح في وسط ملعبه وبعدين يقطع ويروح عامل مرتده بثلاث اربع لاعبين. شرويد النهارده ثلاث انفرادات كامله، صلاح امين مضيع، الكل مضيع النهارده، اشرف الفار مضيع. فعلا النتيجه كانت ممكن تتضاعف، مش اربع اهداف، كانت ممكن تبقى اكثر من اربع اهداف. نعم. اداء في سلاسه في اللمسه واللعبه، الخطوط كلها متقاربه، في نوع من انواع التعاون الممتاز. في روح فانيله النادي الاهلي نقلها لفريق النجوم. الحقيقه جيم عالي جدا. في مقابله نادي سموحه النهارده ما كانش في حالته، معظم نجومه النهارده
ما كانوش في حالتهم. كانت حاجه غريبه، حاله غريبه جدا، حاجة الكل الحقيقه 13 او 14 واحد. نعم. الكابتن طارق يمكن غيرهم. نعم. الجميع كلهم مش في حالتهم، لكن الحقيقه النجوم النهارده تفوق على نفسه. جاب اربع اهداف، والاربع اهداف كلهم اهداف ملعوبه، يعني جول اولاني والثاني شرويده بتتلعب له بيقطع ويرقص الحارس، يعني تحس ان في حاجه بتتعمل. ده قصد حضرتك جمله زي النادي الاهلي، الجمل اللي انت بتاديها في المباراه، اللعيبه في التمرين اللعيبه بتنزل تاديها في المباراه. تمام. تسديده النهارده اكثر من رائعه من حليمو، اعتقد يعني انت شفتها وانا شفتها، ده بيقول ابو جبل لو في جبل واقف مش يعني مش هيعمل لها حاجه. فالحقيقه أيوه. احمد النهارده التكتيك بتاعه والاداء بتاعه وقرايه المباراه والتغييرات ممتازه 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 الحقيقه. بنحييه والف مبروك للنجوم هارد لك للنادي سموحه. يعني كابتن ابراهيم عايز اسال حضرتك، ولكن قبل ما اروح يا جماعه للكابتن ابراهيم، عندنا سؤال على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه النادي الاهلي او الاهلي تي في، مع بقاء مقعدين في قائمه النادي الاهلي الافريقيه، على من يقع اختيار لاسارتي في الانضمام للقائمه؟ وحاطين لحضراتكم كل الاسماء، زي مؤمن وصالح واحمد الشيخ ومحمود وحيد ورامي ربيعه. حضراتكم بعتوا لي وانا هاخد كل التعليقات، او معظم طبعا مش هقدر اخد كل التعليقات لان التعليقات وصلت كتير جدا، فانا مش هقدر اخد كل هذه التعليقات، ولكن ابعتوا لي حضراتكم وانا هقرا التعليقات اللي موجوده عشان برضو نعرف رايكم في هذا الموضوع. يا كابتن ابراهيم، مباراة النجوم وسموحة، هل استطاع بالفعل الكابتن أحمد سامي التفوق فنيا، بعيدا عن أن سموحة كان النهاردة كابتن عادل قال أنه في تقريبا ال 13 أو ال 14 لاعب اللي لعبوا كانوا بعيدين عن مستواهم فنيا داخل الملعب، وانت قاعد بتتفرج شفت أن فريق النجوم كان قادرا على الفوز على نادي سموحة فنيا؟ الأول بنهني مصر الأول إسناد بطولة أفريقيا للاتحاد المصري لكرة القدم، ودي بنهني أنفسنا الأول، وإن شاء الله بإذن الله أتمنى لكل الجهات تسعى لإنجاح البطولة لما فيه فايدة لمصر على كل المستويات، سواء الاقتصادية والسياحية وكل حاجة. بالنسبة للنجوم الحقيقة من يمكن أنا جيت هنا في قناة الأهلي قبل كده وقلت ان المجموعه دي اولا نادي النجوم بيعتمد على ناشئيه، مفيش نجوم، مفيش محترفين كتير. يعني اكتر نسبه من قطاع الناشئين هي اللي بتلعب في فريق النجوم. وانا قلت ان الولاد دول لما بيكتسبوا الخبره بتاعه الدوري الممتاز هيبقى ليهم شان تاني في الدور التاني، وقد كان. يمكن النهارده برضو اللي ساعدنا ان احنا جبنا اللي ساعد النجوم ان هم جابوا الجون الاولاني في الدقيقه 5 من الشوط الاولاني. أيوة. من خطا من ابراهيم عادل، من ابراهيم. نعم. الجون ده ادى ثقه غير طبيعيه لفريق النجوم انهم يطلعوا كل اللي عندهم، وبالتالي يعني الهدف الاول كان له تاثير ايجابي جدا على فريق النجوم، وبالتالي طلعوا كل اللي عندهم. بقى الثقه ازدادت وابتدوا يطلعوا كل المواهب والقدرات الفنيه اللي عندهم. قدروا يسيطروا على اغلب فترات المباراه في الشوط الاولاني وفي الشوط الثاني، وكانت التغييرات الموفقه جدا لاحمد سامي، معلش انا بقول احمد سامي كده لانه من ولادنا يعني زي ما قال الكابتن عادل، يعني التغييرات الموفقه في الشوط الثاني ديدي كوري وايمن غباشي وديدي كوري، حقيقة التغييرات موفقة جدا، ويمكن هم حتى همام وهمام الحقيقة برضو من اللعيبة برضو من كل دول طالعين من قطاع الناشئين في النادي، يعني في النادي الأهلي كله لا في نادي النجوم، في نادي النجوم طالعين من قطاع الناشئين في نادي النجوم. نعم. فالتغييرات الموفقة لأحمد سامي الحقيقة في الشوط الثاني، نعم، إدت السيطرة التامة على المباراة. الحقيقه التعاون التام والثقه دي، واحنا بنتكلم مع حضرتك التشكيل فريق النجوم امام حضراتكم، وهنجيب لحضراتكم طبعا تشكيله سموحه، اتفضل. بينقلوا من رجل لرجل وبيقدروا يستغلوا المساحات، بيلعبوا في ظهر المدافعين. كل الاهداف جت من ظهر المدافعين من جمل هم مطمئنين عليها. الحقيقه مستوى جيد جدا لفريق النجوم، وهم يعني انا واثق انهم هيستمروا على المنوال ده بعد ما اكتسبوا الثقه والثلاث بونت دول طلعوه للمركز 11، يعني كان في المركز ال 17 قبل المباراه، الثلاثه بونت دول طلعوه في المركز 11. فالماتشات اللي جايه هيبقى ليهم
وضع اخر ان شاء الله باذن الله في المباريات القادمه باذن الله. كابتن اسامه، واحنا بنتكلم قبل المباراه قلت لي ان لسه الجدول فيه لخبطه تانية هتحصل كتير. ليه بقى انت قلت الكلمه دي دلوقتي يا كابتن اسلام؟ احنا لما بنتفرج على ماتشات الدوري ما تتوقعش مباراه دلوقتي، خلاص ما فيش فرقه صغيره وفرقه كبيره، كل الفرق قويه في الدوري. النهارده النجوم كان في فتره من الفترات في المركز الاخير، مظبوط. دلوقتي احنا بنشوف النجوم دخل في المركز ال11. لازم نشيد بكابتن احمد سامي. احمد سامي من المدربين الواعدين الصاعدين في الدوري الممتاز، زي ما كنا بنتكلم عن عماد النحاس ونقول من الوجوه الشابه اللي عامل شغل مع المقاولين العرب، النهارده برضو من الوجوه الشابه في الدوري الممتاز احمد سامي. احمد سامي المدربين اللي كانوا عاملين شغل مع طلائع الجيش لما كان بيتولى القياده الفنيه، مظبوط. النهارده برضو بصمته الفنيه واضحه على فريق النجوم. النهارده اللي مرجح كفه النجوم زي ما الكابتن ابراهيم بيقول العناصر الشابه، لكن مع العناصر الشابه في مزيج برضو من الخبره اللي بيتمثل في محمود فتح الله، عنصر مهم جدا في خط الدفاع. عندك صلاح امين عنصر مهم جدا، مع غيابه بتبان فعاليه صلاح، يعني مع غيابه بيبان الشكل الهجومي ضعيف في نجوم المستقبل، لكن صلاح امين طبعا ما شاء الله عليه، حتى النهارده كمان احرز هدفين. لا صلاح امين يعني بيمثل خطوره كبيره جدا في هجوم النجوم. حتى التدعيمات اللي عملوها في يناير كمان في الانتقالات الشتويه، لما كلين من اللعيبه اللي عندها سرعه تقدر تطبق فكر احمد سامي. النهارده اللي منجح طريقه احمد سامي او كابتن احمد سامي طبعا ان بيعرف يقفل كويس جدا، بيعتمد على وبيعتمد على السرعات اللي عنده وعلى المهاره اللي عشان عنده. عشان كده اختار لما كلين يا كابتن اسامه، عنصر عنده سرعه بتقول عليه. نعم. عنده عنصر سرعه، وعنده لعيبه برده بتتمثل في اللعيبه اللي بتعرف تقف على الكوره زي اسلام الفار. اسلام الفار من العناصر اللي بتعرف تقف على الكوره، يقدر يحط باص مظبوط. لصلاح امين برده عنده عنصر السرعه. عندك احمد شرويده اللي ظهرت بقى النهارده اللي شقلب المباراه في اول ست دقائق، هو الهدف المبكر ده اللي ادى الافضليه لفريق النجوم. برضو على العكس الناحيه الثانيه فريق سموحه، يعني احنا لسه ما شفناش فريق سموحه بشخصيه سموحه اللي احنا معتادينها دايما في كل المواسم، لسه ما ظهرش مع كابتن طريح لغايه دلوقتي، لسه لم يظهر. طيب لسه ما ظهرتش بصمه كابتن طريح على سموحه. يعني من اول ما تولى القياده الفنيه احمد سامي فرقه بقى مع الفريق مع لا طبعا واضح كمان بصمه كابتن احمد سامي مع فريق النجوم. حتى النهارده انا سمعته في تعليقاته بعد المباراه، قال لك حتى في المباريات اللي احنا بنخسرها واضح كمان، يعني انا مبسوط من اللعيبه مبسوط من اللعيبه انها بتادي الحاجه اللي انا عايزها يعني. طيب خلينا ناخد كابتن احمد سامي، بما ان حضراتكم يعني كابتن عادل طعيمه وكابتن ابراهيم عبد الصمد وزميلني وزميل كابتن اسامه في الملعب. كابتن احمد الف مبروك النهارده، ثلاث نقاط مهمه جدا، وتحيات طبعا الكابتن عادل طعيمه والكابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن اسامه حسني لحضرتك. ازيك يا اسلام، وحشني جدا. انت وحشني وخسر طبعا دول كابتن عادل. الكابتن عادل طبعا ده مدربي، وكابتن ابراهيم ده مدربي، وسلم على اسامه برضو حسني والحمد لله ربنا كرمنا النهارده، انا اتعلمنا كتير من الكابتن عادل. بقول لك ايه، ثانيه بس قبل ما تقول اي حاجه، وانت خاسس كده ليه؟ تتمرن؟ والله ما بتمرن، ده من الضغط. الشغلانه دي عينك. لا الشغلانه دي تخسس اي حد. بس كويس يا احمد، برضو ما احنا كل لعيبه الكوره لما بيبطلوا بيتخانوا على طول، فانت كده كويس قوي. لا بس انا ما بحبش التخن. عموما الف الف مبروك يا احمد، الحقيقه ثلاث نقاط مهمه، والحقيقه الكل بيشيد بدورك وبادائك مع الفريق، وحتى تصريحاتك واضحه بعد المباراه ان انت مطمن، حتى وانت بتتغلب. الكابتن اسامه كان لسه بيتكلم في هذا الموضوع، ان انت مطمن للفريق. بص يا اسلام، في مؤشرات لكل مدرب. في تكتيك انت بتشتغل عليه وبتكرره للعيبه، وفي نواحي ثقافيه للعيبه ازاي تشتغل. وفي نفس الوقت انا قلت لهم انتوا فيكم قد ايه عشان تبقوا لعيبه خبره، زي ما الناس عماله تقول انتوا لعيبه صغيره ولسه طالعه من ممتاز به. انت لما تفوز 17 ماتش ده كتير جدا، المفروض تبقى انتوا راس براس مع اي فرقه. الحته اللي ديت الثقافيه للعيب ان هو ازاي يشتغل فكانت مهمه جدا. وفي نفس الوقت في مؤشرات ليا كمدرب من ناحية التكتيكيه بينفذوا اللي انا عايزه بغض النظر عن النتيجه. دي مؤشرات بتديني اطمئنان. وفي نفس الوقت احنا ما عملناش حاجه. يعني انا فرقه سموحه دي فرقه كبيره جدا، ان انت تكسبها النتيجه العريضه دي انا مش متوقعها، بس برضه في مؤشرات تديلك ان انت بتأدي بشكل كويس
بس مش طول الماتش. نعم. فدي اللي انا بشتغل عليها. لا واضاعه الفرص برضو يا كابتن احمد، مجموعه كبيره جدا من الفرص ضاعت النهارده، كان من الممكن ان الرقم ده يتضاعف. انا غيرت شويه يعني من ماتش الجيش، يعني بلعب بفرمتين بس تحت بعض علشان الكلام اللي انت بتقوله، كان التواجد في ال 18 مفيش الا صلاح، فدي كانت بتعمل لي مشكله كبيره جدا، حتى لو بشتغل من ناحيه جبهات وكروسات الكلام ده ومن العمق ما بقاش في كثافه عدديه في ال 18 كتير، خصوصا ان انا مكلف الاطراف انها بترجع تعمل دبل بريس مع الباك بغض النظر، ما مش عايز يشتغلوا اثنين على واحد. نعم. دايما يبقى اشتغلوا فبيقطع 60 متر، فالتحول الهجومي ما بيبقاش في كثافه هجوميه في ال 18. فقربت جرويدة لعبت تحت الفرن، هي دي اللي ساعدتني كتير في الكرة الثانية وفي الكثافة الهجومية في ال 18. لا خلي بالك الفرص ما بتقلقنيش اللي بتضيع. إضاعة الفرص التواجد. تمام. ايضا التوفيق في التغييرات يا كابتن احمد، يعني انت لاما كولين بالنسبه لك لسه كان اسامه بيقول ان لاما كولين اختيار موفق جدا، انت بتعتمد بتقفل بشكل جيد، بتعتمد على الهجمات المرتده ولما لعيب سريع، لما يتصفى اول نص ساعه على ما اعتقد ويطلع اعتقد بيفرق معاك. لا هو بص انا عارف ان هو جاي لي فتره انتقالات، ولما انا اخترته عشان ليه خبرات افريقي بس ليه خبرات في الدوري الممتاز، وهو عنده ميزه ان هو بيهاجم زي ما بيدافع. مش نص لعيب يعني مش 50% بس والباقي الثاني 50 ثانيه مش موجود. هو انا كنت حاطط في السيناريو بتاعي ان هو هيلعب 45 دقيقه. فوت اول خمس دقائق وجايبت همام برضه سريع زيه، كان بيلعب اساسي الفتره اللي فاتت، واشتغلت على عشان انا متاكد ان هو كان في اندفاع بعد الجون الاولاني اول ست دقائق، ان هيبقى في اندفاع بشكل كثيف عليه قدام، وكان بيشتغلوا سبعه على قدام. ففي مساحات كبيره جدا ورا. وخلي بالك انا من قبل الماتش والله اسلام قايل للعيبه احنا هنكسب بس لما يكون عندك صبر. اصبر وطول الماتش على قد ما تقدر، هيبتدوا يتنرفزوا وهيبتدوا هتاثر عليهم في النواحي الدفاعيه. يعني عموما الف مبروك يا كابتن احمد وكل التوفيق خلال الفتره القادمه. تمام. بس على الكابتن عادل مدربي يعني واستاذي وكابتن ابراهيم عبد الصمد واسامه طبعا معاك الكابتن عادل ان شاء الله الفتره الجايه معاك الكابتن عادل احمد قبل ما تقفل. يا احمد انا طبعا شهادتي مجروحه فيك، لكن انت لو لما جيت تعاقدت مع النادي الو الكابتن عادل معاك يا كابتن احمد. اتفضل. الف مبروك. لما جيت تعاقدت مع النادي كنت انت بتراهن على الفريق، واعتقد انك انت رهانك كان في محله، لانك انت من المدربين اللي بيجتهدوا بيحفظوا. وبعدين حاجه مهمه جدا الناس كلها لازم تعرفها، ان المدرب المصري من افضل المدربين في العالم لو اتيحت له الامكانيات والفرص. انت النهارده من خلال كلامك بتقول لكل المدربين الموجودين سواء كبار او صغيرين ان انت بتعمل سيناريو للمباراه وبتقطع المباراه اجزاء، بحيث انك انت الاول نص ساعه الشوط الاولاني اول 10 دقائق كل الحاجات دي المفروض المدرب المحترف اللي بيتقن مهنته بيبقى عنده السيناريو ده ويبقى قاري المباراه وعارف ان ازاي هيخرج التيم اللي قدامه عن تركيزه من خلال النرفزه ومن خلال ان انت بتجيب هدف وبعدين بتعمل ضغط جامد بحيث ان انت ما يجيش فيك هدف يبتدي يبقى فيه نوع من السربعه عايز يجيب جول تبتدي انت تعمل المرتده. القرايه دي كلها في مدربين كتير قوي ما بيعملوش الكلام ده. انا بحييك والف مبروك ومزيد من التقدم. كابتن ابراهيم برضو كابتن احمد الكابتن ابراهيم معاك كابتن ابراهيم عبد الصمد. كابتن احمد الحقيقه انا طبعا مقدر الصعوبات اللي انت لقيتها في بدايه شغلك في النجوم. انا عارف ان اللعيبه دي كلها بتتمتع بمهارات كلها عاليه جدا وبيعتمدوا على المهارات بتاعتهم في الترقيص والمحاوله، كونك ان انت وصلتهم للجماعيه ديت وانهم يلعبوا بطريقه جماعيه وانتشار في الملعب ده نجاح ليك، وان شاء الله انا متوقع ليك ان شاء الله الدور الثاني تقدم مستوى احسن من كده بكتير ان شاء الله، ويبقى ليك مكان في الدوري الممتاز السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن، متشكرين جدا. كابتن اسامه برضو بقى مش هينفع يعني. انا هسالك زمايل يعني زمايل. ربنا يخليك يا كابتن احمد. لما كولين اضافه مهمه طبعا للنجوم في يناير، ممكن نشوف صفقه ثانيه برضو عنصر خبره زي ما انت بتتكلم عن عناصر الخبره في النجوم المستقبل في شهر يناير ولا هتبقى صعبه الامور؟ اه
لا ممكن طبعا، ممكن انا احتاج برضه في مركز او مركزين واحد زياده. تمام. مش هقدر اقول لك انهي مركز، بس انا هقول لك يعني ايه في يعني بعد كده. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن احمد، وبالتوفيق كل التوفيق للكابتن احمد سامي خلال مشواره التدريبي. احمد زي ما اتكلمنا كلنا وزي ما حضراتكم سمعتوا من المديرين الفنيين الاكفاء جدا الشباب اللي احنا دايما بنتكلم عنهم، والاساتذه موجودين طبعا كابتن عادل وكابتن ابراهيم، ولكن احمد من المدربين الشباب اللي ان شاء الله هيكون عنده مستقبل جيد في كره القدم المصريه. طبعا تعليقات كثيره جدا. صالح جمعه ورامي ربيعه، ده حسام عماره. محمد عبد الرحمن بيقول صالح ووحيد على ضمانتي. ماشي يا سيدي، وركز في كلامي يا كابتن، مع احترامي لكل لاعب بيلبس شيرت الاهلي، بس صالح ووحيد هم اللي جاهزين والفريق محتاجهم فعلا. محمود عبدين بيقول مش محتاجه حيره اصلا، القايمه ناقصها بديل. محللين بقى ومدربين ايه طبعا. بس خلي بالك في القايمه يا كابتن اسلام، يعني انت بدل عندك مكانين فانت لازم تدور على اللاعب اللي يقدر يلعب في كذا مكان. طب هو احنا ممكن نسيبها للاخر؟ ده سايبها للاخر بس انا بقرا. احمد مجدي بيقول صالح وربيع، ورغم كده هيقيد هيتم قيد صالح ووحيد، انا شايف رامي افضل. تمام. محمد مصطفى هندام، لو الاهلي مش هيجيب مدافع يبقى ربيع ومحمود وحيد. محمد نصر، صالح جمعه ومحمود وحيد. طبعا في ناس كتيره جت بحاجات كتيره قوي وقتها، يعني ست سبع سطور، انا بقرا المهم. يعني صالح جمعه عشان عندنا نقص في المركز ده، ومحمود وحيد وجهه نظري المتواضعه. ده احمد عماره بيقول صالح يتقيد دلوقتي ونسيب المقعد الاخير لقدام ونشوف هيحصل ايه قدام، ده 15 يوم. محمد الجندي، صالح لعدم بديل ناصر ماهر، ده غير ان صالح احسن واحد في هذا المركز. رأفت علي بيقول صالح جمعه ورامي ربيعه او مؤمن زكريا. سيد حسام بيقول صالح لانه صانع العاب، رامي يحل مشكله الدفاع والوسط والباك اليمين، ده اللي كان كابتن اسامه بس حرقه. محمد خالد بيقول بص يا ابو الكباتن، احنا نتكلم في الكوره، بنتكلم في الكوره مش كده، وقانون الكوره عقليه اللاعب، مفيش كلام. يبقى من الاخر يا جماعه عايزين اسمين. عبد الحميد الديب، مساء الخير يا كابتن، معلش انا ليا راي مختلف، ارى ان الاهلي يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، راس حربة افريقي مثل ايفونا ومدافع مثل احمد حجازي. محمود بيقول او انا السنهراوي، صالح ووحيد. تمام. مساء الخير يا كابتن، بمسي عليكم وعلى الكابتن اسامه وعلى جميع الكباتن المحترمين، باذن الله المقعدين صالح ووحيد. بعتوا لي هقرا كل اسئله حضر او كل تعليقات حضراتكم على من سيكون من اللاعبين في المقعدين الباقيين في البطوله الافريقيه. كابتن عادل، عايزين ننتقل الى مباراه الانتاج الحربي وبيراميدز وتعادل ايجابي ما بين الفريقين، الانتاج او الانتاج اللي بيتعادل مع بيراميدز. ايه رايك في هذه المباراه واداره الكابتن حسام حسن لفريق بيراميدز في هذه المباراه؟ الحقيقه مباراه كان شبه تسيد لفريق بيراميدز، وكان كابتن مختار احترم جدا تشكيل الانتاج وتشكيل بيراميدز، احترم جدا فريق بيراميدز، وكان بيامن الجانب الدفاعي بشكل قوي جدا، وكان بيلعب على الهجمات المرتده. نادي بيراميدز جاب هدف من ضربة جزاء، وبعدين برضو الشوط الثاني هجمات مكثفة، وبعدين برضو بعض اللاعبين من خلال الفرص اللي بتتاح ليهم للأسف بفرص سهلة جدا، يمكن أكتر من 10 فرص ضاعوا من بيراميدز. من بيراميدز. والإنتاج كمان كان ممكن ياخد الثلاث نقاط برضو من هجمات مرتدة، كان فيها انفراد، كان ممكن جدا يجيب من خلال الهجمات المرتدة دي أهداف نتيجة انفرادات. إنما الحقيقة ما فيش شك إنه النهاردة فريق بيراميدز طاقم التحكيم النهاردة ما كانش موفق. ظلموا الحقيقة. ظلموا في بنالتي وفي هدف سليم 100%. كل الهدف اللي تم حسابه تسلل سليم 100% وله ضرب الجزاء. وله ضرب الجزاء. فطبعا ده وارد بالنسبة للتحكيم، لكن النهاردة الاثنين كابتن مختار وكابتن حسام الحقيقه عملوا جيم رائع. الاثنين من ولاد النادي الاهلي، والاثنين مشبعين فرقتهم بالروح القتاليه لحد اخر دقيقه، لكن الحقيقه بيراميدز في الاخر اخر 10 دقائق فريق الانتاج ابتدى ينكمش بصوره غير متوقعه، وده اللي خلى بيراميدز يبقى ضاغط الاخر 10 دقائق، ضاع من خلالها فرص كثيره جدا من بيراميدز، لكن هي دي حال الكره. 1-1
النتيجة ممكن نقول ان هي شبه عادلة. شبه عادلة؟ آه. يعني ايه شبه عادلة دي يا كابتن؟ لانه دايما التحكيم بيبقى فيه نسبة خطأ. اوكي. انما لما مثلا بيبقى فيه ضرب جزاء وفي هدف وفي يبقى الحكم النهارده دخل في نوع من التأثير على النتيجة. اوكي. فده يبقى شبه، لان لو في ضربة الجزاء وفي الهدف اللي كان البيراميدز والله اعلم يعني كان هيحصل ايه، لكن كان على الاقل كان ممكن جدا يتعادل، كان ممكن النتائج يتعادل، لكن الوضع الطبيعي انه بيراميدز كان ياخد الثلاث نقاط النهارده، وكان برضه الانتاج كان ممكن ياخد نتيجه انه امكانيات الانتاج مع الكابتن مختار الحقيقه عامل طفره كويس. تمام. كابتن ابراهيم، ايه راي حضرتك في قياده الكابتن مختار لهذه المباراه؟ الحقيقه كابتن مختار بيقدم مستوى جيد، وده برضو انا بقدم الشكر لمجلس اداره النادي الانتاج لانه محافظ على مختار من السنه اللي فاتت، ودي ميزه ان المدرب بيقعد مع الفرقه فتره طويله، بيبقى حافظ امكانيات اللعيبه كلها وحافظ امكانياتهم، ده بيلعب فين وده ممكن يلعب فين، والاحتياطي الكف بينزله امتى والوقت المناسب في تنزيله، وبالتالي مختار بيقدم مستوى جيد جدا مع الانتاج، والدليل على كده المستوى المتقدم في جدول الدوري. المفروض ان كمان الانتاج بيلعب باعصاب هاديه جدا النهارده، لانه في حاله تعادل المقاصه هو هيحتل المركز الثالث، ونفس كلام مختار نفسه بيصرح بيقول انا لا املك الامكانيات ان انا انافس على الدوري، انما انا كل اللي بطمح ليه ان انا ابقى في المربع الذهبي. عكس فريق بيراميدز، داخلين باعصاب مشدوده جدا، كل همهم انهم يفضلوا بيلحقوا الزمالك عشان ينافسوا فيه على الصداره، وبالتالي الاعصاب المشدوده دي بتاثر جامد جدا على اداء اللعيب. وبالرغم من كده نادي بيراميدز النهارده وضيع اكتر من فرصه، اللاعب الافريقي سيموندي ضيع ثلاث فرص مؤكده من داخل خط ال 18، عبد الله السعيد مضيع اربع فرص لانفرادات مؤكده. عبد الله في واحده بدماغه في اخر ثانيه، غير طبيعيه. لا ده غير طبيعيه، ده استلم واحده بظهره ولف لفه واحده دخل بيها ال 18 هو لوحده، هو الجون الحقيقه طمع فيها، لازم يعملها بالعرض لزمايله، يعني اكتر من فرصه ضيعوها، برغم ان فريق الانتاج كان بيقدم مستوى متميز، انما ما ضيعش نفس العدد من الفرص اللي ضيعوها فرقه بيراميدز. بنحيي الحقيقه المستوى المتميز للماتش كله، أكثر من ممتاز الحقيقة، ومن الماتشات الجيدة جدا اللي بنشوفها في الدوري الممتاز. تمام. كابتن أسامة، فريق بيراميدز بعد فوزه على النادي الأهلي خسر أربع نقاط، يعني أربع نقاط أمام المصري، تعادل 3-3، ثم اليوم تعادل مع بيراميدز مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق. هل من الممكن أن يستمر بيراميدز في الأربع فرق الأولى، ولا حضرتك شايف ان هي طفره ايه اللي هيحصل من وجهه نظرك؟ يعني بيراميدز يعني هيستمر في نزيف النقاط؟ اكيد هيستمر في نزيف النقاط خلال لسه مشوار طويل. الدولي. نعم. الدوري هيبقى في المربع الذهبي، هيكون موجود في المربع الذهبي. النهارده بانت اهميه وخطوره كينو النهارده هو اهم عنصر في كل فريق بيراميدز، برغم انه ممكن يكون في مباريات مش موافق فيها، كره مش ماشيه معاه، مسجلش كوره، لكن وجوده في الملعب يعني هنقول بيمثل 70-80% من القوه الضاربه لبيراميدز، وهو احد المفاتيح الهجوميه الهامه جدا، بيعمل حاله طبعا ناحيه الشمال، بيصنع اهداف وكمان بيسجل اهداف، فالنهارده وجوده اثر طبعا بشكل كبير على فريق بيراميدز. لكن الناحيه الثانيه لازم نشيد بالكابتن مختار يعني عامل من امكانيات قليله جدا، وانا شايفها امكانيات قليله جدا مع الانتاج الحربي، وقماشه معاه عامل منها ما شاء الله نتائج هايله جدا النهارده. لو شفنا الانتاج الحربي في المركز الخامس، وبرضه لازم نشيد النقطه كابتن ابراهيم بيتكلم عليها، حته مجلس الاداره في الانتاج الحربي، ان الاستقرار الفني مهم جدا. النهارده كابتن مختار موجود للسنه الثانيه على التوالي، اكيد عارف امكانيات اللعيبه اكبر، حتى التدعيمات اللي بيدعمها برضه، يعني الانتاج الحربي مش من الانديه اللي عندها امكانيات كبيره انها تقدر تشتري ماديا، امكانيات ماديه لكن الكابتن مختار من القماشه اللي عنده ما شاء الله عامل فريق كويس جدا، محفظ اللعيبه بشكل مميز جدا. الهدف النهارده هدف حلو جدا، احمد شديد ناوي من ناحيه الشمال بيحطها جيمس تيدي، يعني بيوجهها كمان بجناو. ما فكركش الجون ده
ده زي الهدف في النجم الساحلي. سلام عليك. النجم الساحلي نفس الزاويه الله يرحمه اللي جايه منها، حاططها في اتجاه في نفس الزاويه اللي جايه منها الكوره. الله يرحمه. صعبه طبعا على محمد عبد الوهاب، كان هو اللي عامل الاوفر. حاجه كان عامله لك ازاي بقى؟ كان عامله لك لف شديد، عامله نازل، لكن عبد الوهاب الله يرحمه هي قريبه منها، بس جيمس دي كان جوه ال 18 شويه، كنت انا بره شويه. كنت بره سنك. كان بره شويه، فكان فيها يعني توجيه اكتر قوه. لازم النهارده برضو نشيد بعامر عامر. عامر من الحراس المرمى المميزين، او من افضل حراس المرمى الموجودين في الدوري الممتاز. النهارده لازم يكون ليه فرصه في المنتخب. النهارده يعني جهاز المنتخب كان موجود في المباراه، كابتن احمد ناجي وبيتفرج على المباراه، والنهارده ما مش بنشيد بعامر عامر في المباراه النهارده بس، لا ده انت من اول الدوري وحتى من الموسم اللي فات ما شاء الله عامل مباريات هايله جدا. فلازم يبقى ليه فرصه برضو في المنتخب، علشان يعني الراجل يعني يكافئ على المجهود الكبير اللي عامله. لكن برضو يعني لو اتكلمنا عن بيراميدز، عندك المهاجم هي يعني قريبه منها طبعا، يعني من ناحيه الشمال كوره فيها توجيه في نفس زاويه الحارس. الله يرحمه بقى كابتن محمد عبد الوهاب، عامل اوفر عالمي. الله يرحمه. عالمي هو يعني الهدف، نص الهدف هو الاوفر طبعا. الدقه قليلين اللي في مصر اللي بيعملوا الاوفرات فيها الدقه دي، صح. بالذات علي معلول. لا وده كمان كان مانويل، مستر مانويل مرنا عليه على طول الساحه، عشان كده راح شاور له. كان بيقول له دايما، او كان عايز حد الباكين، كنت انا وعبد الوهاب الله يرحمه دايما يقول لك اعملها اللي هي الكروس ده من قبل ما توصل ال 18، اللي هو السويف ده، الواو او الموزه. الموزه يعني انا عشان تفتح نفس المشاهدين عشان تفتح. فيعني كان جون شبه الجون بالظبط، بس هو جديد كان عاملها من مكانه واقفه، فنازله على راس تيدي اعتقد، او جيمس تيدي يعني. طيب اذا تعادل ايجابي ما بين الفريقين الانتاج الحربي وبيراميدز، ونقطة تضاف إلى أنا وجهة نظري الحقيقة أن نادي بيراميدز يستحق الثلاث نقاط في هذه المباراة، لأنه في النهاية أخطاء تحكيمية واضحة جدا جدا، أو خطأ تحكيمي واضح جدا جدا. ده الراجل في التسلل دي أنا ما شفتهاش. لا الهدف هدف، لا الهدف غير الجول، لا الهدف هدف مليون المية. لكن التسلل هو دي التسلل. وبعدين حسب التسلل، وبعدين ضربه جزاء، ضربه جزاء. لا ده اللاعب بتاع الانتاج طالع من يعني ده مغطي بكتير، مثلا قريبه ولا حاجه، لا مغطي بكتير. وبالتالي انا وجهه نظري ان هو كان يستحق الفوز، او على الاقل ان هو يتم احراز هدف. ضربه الجزاء ممكن تتحسب وما تخشش، صح، لكن الجون ده دخل. يعني هم اللي طلبوا حكام جانب، هم حرين. تمام. طيب خلينا برضو ناخد بعض التعليقات حضراتكم. احمد جلال بيقول وحيد وصلاح وصالح ان شاء الله، رامي وصالح ده وليد. احمد السعودي بيقول ابوس ايدك يا لازارتي، صالح جمعه ووحيد ماشي. اسلام عبد القادر بيقول صالح وربيعه، صالح ورامي ربيعه. رمضان سلام همسات عابد بيقول مؤمن وصالح، محمود شيكو بيقول صالح ورامي. واضح ان في يعني اجماع على صالح ورامي، ووحيد بقى بيتنافسوا على خالد طلبه بيقول محمود وحيد، وصالح جمعه او عمرو جمال. طيب علي رمضان رامي وصالح، احمد رجب صالح ووحيد، هشام عثمان صالح جمعه ومحمود وحيد، احمد عبد النبي حمودي مشي كذا ماشي صالح ووحيد. يعني واضح كابتن اسامه، كابتن عادل، كابتن ابراهيم، ان في يعني في اجماع على صالح، ومنافسه بقى ما بين رامي ربيعة ومحمود وحيد هنتكلم عنها برضو في وقتها، لان عندنا لسه المباراه الاخيره، مباراه نادي مصر المقاصه والمقاولون العرب، وهزيمه المقاولين العرب من مصر المقاصه بهدفين مقابل هدف وحيد. ومين بقى اللي جاب الاجوان؟ جيمس تيدي جاب احرز هدفي المقاصه بعد بيكلي نزوله. جيمس بيكلي، معلش بقى الاسماء. طيب شميلس بيكلي احرز هدفين وفي مصر المقاصه. خلينا الاول نشوف تشكيل مصر المقاصه، مين التشكيل اللي جاهز؟ مقاصه ده تشكيل فريق مصر المقاصه امام حضراتكم.
زي ما حضراتكم شايفين ده تشكيل مصر المقاصة. خلينا بقى نروح لتشكيل المقاولون العرب، وده تشكيل المقاولين العرب. وكان كابتن عادل هبدأ برضو بحضرتك. المقاولين العرب كان ماشي بشكل جيد جدا، 8 مباريات او 7 مباريات فوز وتعادل وحيد، ثم هزيمه في من الاسماعيلي، ثم اليوم ايضا هزيمه من مصر المقاصه. رؤيه حضرتك برضو للمقاولين العرب النهارده؟ في منتهى السعاده ان احنا دلوقتي في الدوري المصري في اكتر من كادر تدريبي. برافو عليك. صح، اكتر من كادر تدريبي بعد ما كنا محرومين من الكوادر ديت. النهارده عماد النحاس من ضمن الكوادر المشرفه. مزبوط. بياخد المقاولين العرب من جهه يوديه في جهه ثانيه. احمد سامي، حسام، ابراهيم، كل مختار، كل الابناء دول، الكوادر دي كان النادي المنافس دايما بيسيطر على الجزئية دي. لكن ده كل دلوقتي عماد النحاس، احمد سامي، وعودة، ومختار يعني طبعا. فدي حاجة مشرفة الحقيقة. بعد النقلة دي كلها، ماتش الاسماعيلي نادي المقاولين العرب عمل جيم على اعلى مستوى. وهناك برضو في ديفوهات، بعض الاخطاء كده البسيطة اللي ممكن جدا انك انت يعني تتصلح. النهاردة نادي المقاولين العرب بيلعب 45 دقيقة زي الكتاب ما بيقول، اللي هو الشوط الاول. الشوط الاولاني نعم، هجوم، احراز هدف من ضرب الجزاء، جيم على اعلى مستوى، الضغط، الروح القتاليه، الهجمات، كل ما هو في كره القدم. النهارده احنا شفناه من كابتن عماد النحاس في الشوط الاولاني 45 دقيقه. ايه اللي حصل بقى في الشوط الثاني؟ حصل انه حصلت تغييره الى جانب برضو بعض العناصر عند الكابتن عماد. بتحس ان المباراه خلي فترة كده خلصت. فتبص تلاقي بعد المكان اللي بقى اللمسة واللعبة والتحرك والتغطية والحاجات دي، ابتدى يبقى فيه نوع من انواع الاستهتار شوية، وخاصة في الجانب الدفاعي. انت كسبان 1-0، طبعا في تغييرة. يمكن كابتن عماد كان، انا مفروض يعني ان انا الراجل الدعم الشتوي اللي جاي من بتروجيت، جيمس شميلس بيكلي، بيكلي دايما بنقول بيكلي، طبعا كان المفروض انه يبقى عليه رقابه اكتر من كده شويه. يعني نزل لقيته بيلعب بحريه جدا في نص الملعب، وبعدين بيروح على الناحيه الثانيه. اصلا انت عارفه. يروح انا عارفه. لا مش يعني انا اقصد ان عماد عارفه. عماد عارفه. دي بس اللي بقول لعماد عليها، انك انت عماد المفروض الحته دي. الراجل ده طبعا كابتن طلعت دفع بيه في الشوط الثاني، فكان المفروض ان انا الراجل ده اضيق المساحات عليه ويبقى في رقابه عليه، لان هو الوحيد اللي ممكن يعمل خطوره. في جون انتوي ما كانش كده كده ممسوك، يعني ما كانش موجود في الماتش ده. صح صح. فالراجل ده الوحيد اللي ممكن يعمل لي خطوره. وبعدين حتى الجول الثاني جاي في الدقيقه 90، والراجل جوه 18 جوه 6 يرضى لوحده. طب ازاي انا في ملعبي، وبعدين يعني في المقاولين العرب، وبعدين انا خلاص في الدقيقه 90 التركيز انا فقدته ليه في اخر 10 دقائق؟ ما انا لاعب 6 ماتشات وواخد 18 بونت وحاجه مشرفه، مصر كلها بتتكلم عني. وبعدين انا اكمل يعني ماتش الاسماعيلي والماتش ده كان هيبعتك في حته ثانيه خالص. الشوط الثاني سيطره كامله من المقاصه وتضييع فرص. على الرغم برضو من كده برضو في فرص للمقاولين العرب ضاعت. كان ممكن جدا، كان ممكن. فطبعا ندي فرصه للكباتن كابتن ابراهيم. كابتن عادل بيتكلم على ان الشوط الثاني كان هناك تسيد بقى من مصر المقاصه. هل تفتكر ان خبره الكابتن طلعت يوسف فرقت عن خبره عماد؟ ده تفرق كتير. او اولا الفرقتين نازلين بدوافع، الاثنين عندهم نفس الدوافع. اولا الدوافع بتاع المقاولين، لو كسب المقاولين، لو كسب بعد كان كسبان 6 انتصارات متواليه قبل ما يتغلب من الاسماعيلي. مظبوط. فعنده دوافع، ما عندوش الا الفوز عشان يدخل المربع الذهبي. بالنسبه للمقاصه، اخر جولاته اتعادل مع سموحه وخساره امام الجيش، ما كسبش من ساعه ما كسب امبي. فبالتالي الدوافع هنا موجوده والدوافع هنا موجوده. نعم. نيجي للسؤال بتاعك. السؤال بتاعك خبره طلعت يوسف الحقيقه في الشوط الثاني بان النتيجه بتاعت الخبرات بقى، الدكه بتاعتك امتى تنزلها، امتى وامتى وامتى. مظبوط. تغييراته يعني. امتى وامتى تستعين بيه. بس هو برضه كابتن كسب ناس او كسب 6 مباريات برضه الشوط الثاني كان بيقدر يجيب اجوال. ده اللي انا اقصده يعني، ان ازاي يعني عمل تغييرين الشوط الثاني. جيمس بيكلي نمره 1،
والتغيير الثاني رجب عمران. الاثنين دول اولا سبب في الاجوان. اولا شيبسي بيكلي جاب الجون الاولاني من تمريره متقنه من الاوفر. الجون الثاني يعني لازم يدرس الاول. صلاح عاشور بيديها بينيه لرجب عمران. رجب عمران منفرد 100% في الجون، كان ممكن يطمع زي ما قلنا على عبد الله السعيد، كان ممكن يطمع ويلعبها في الزاويه القريبه او الزاويه البعيده زي ما هو. لا بالعكس، عمل انه هيشوط وادها بالعرض جيمس بيكلي. بيكلي جاي من ورا، وجيمس بيكلي على فكره انتوا بتتكلموا انه يتراقب، من الصعب جدا انه يتراقب، متحرك جدا، متحرك جدا في كل اجزاء الملعب. مش هتقدر تجيب له واحد يمسكه مان، لانه بتلاقيه ساعات ناحيه اليمين، بتلاقيه بيسقط يستلم، بتلاقيه اسيست، بتلاقيه ناحيه الشمال. من الصعب يتمسك. حتى الجون اللي هو جابه، الجون الثاني جاي من حته ثانيه خالص خلف اللعيبه من الجانب الاعمى، محدش شايفه خالص، والجون فاضي بيعملها بجنب رجله. فالتغييرات الموفقه دي بتفرق من مدرب لمدرب، واحنا قلنا الخبرات بتاعه طلعت يوسف الحقيقه تغلبت على، طبعا ما شاء الله الله اكبر، برضو عماد الحقيقه بيقدم مستوى جيد جدا، ومن الكوادر الحقيقه اللي نقل المقاولين نقله من هنا. احنا دلوقتي بيطمع انه يدخل المربع الذهبي والمركز الثالث كمان، انما خبره برضو طلعت يوسف في التغييرات الموفقه. الشوط الثاني يمكن تسيد الشوط الثاني لعبا ونتيجه يعني. تحياتي ليهم، ماتش من الماتشات الممتازة، وابتدينا نشوف دلوقتي ما فيش كرة عقيمة زي زمان. يعني كل ماتشات الدوري المصري دلوقتي أغلبها بتبقى الواحد بيبقى متحمس، مش عارف مين اللي هيكسب، الفرقة دي اللي هتكسب ولا الفرقة دي هتكسب. وده بيزيد حلاوة الكورة، وبيزيد إن المستوى بتاع اللعيبة بيتقدم، وممكن يفيد المنتخب في الأيام القادمة إن شاء الله. كابتن أسامة، المقاولين العرب كيف يستمر بقى في رحلته بعد فوزه بست مباريات وتعادله في مباراة وهزمته في مباراتين؟ وأيضا عايزك تقول لي المقص الحقيقة ماشي بخطى ثابتة مع مدير فني كفء، كيف يستمر برضه؟ المقاولين عشان يستمر، المقاولين اللي كان بيميزه اول ما كابتن عماد النحاس تولى المقاولين المسؤوليه، انه كان عنده دفاعات محكمه، طريقه اسلوب لعب المقاولين العرب انه ازاي بيقفل ويعمل حتى قدام المساكين ستاره قويه جدا، وازاي بيعتمد على اللونج باص عن طريق محمد طلعت او احمد علي او اللعيب الكولومبي. السرعات اللي عنده، او طاهر محمد، طاهر ما كانش موجود النهارده، عنده كارت احمر المباراه اللي فاتت. ازاي بيستغل السرعات دي؟ النهارده دفاعات المقاولين ما كانتش زي كل مباراه، كنا بنشوف دفاعات محكمه، الخطوط قريبه جدا من بعض. النهارده لا، كنا شايفين يعني المقاصه اللعيبه في نص الملعب او قدام بيستلموا في مساحات كبيره. النهارده لازم يشيد بعصام صبح الباك رايت بتاع المقاصه، عمل شغل هايل جدا النهارده. حتى الهدف اللي جابه بيكلي النهارده عرضيه من ناحيه اليمين، الدخول بيكلي عاجبك انت بيكلي بيكلي النهارده، ما خلي بالك في الهدف النهارده بيكلي كان بيلعب حر، والنهارده اللي حسم المباراه هي صفقه الانتقالات الشتويه، بيكلي هو اللي احرز الهدفين. والتغيير اللي عملها كابتن طلعت يوسف الشوط الثاني كان ليها تاثير ايجابي جدا. النهارده الهدف الاولاني اللي جاي عن طريق عصام صبحي الباك رايت، اول ما رفع الكوره في المهاجم قطع على العارضه الاولى، بيكلي قطع في ظهره فحطها. النهارده دي كانت مهمه جدا من بيكلي. الهدف الثاني بقى ظهر الثلاث تغييرات اللي عملهم الكابتن طلعت يوسف، حتى الهدف اشترك فيه الثلاثه اللي نزلوا. عندك بيكلي، عندك رجب عمران وعصام سعيد. رجب عمران استلم الكوره حطها لعصام سعيد البديل برضو، وعملها بالعرض اللي حطها لبيكلي، اللي حطها هدف مميز وهدف حلو، يعني من الاهداف الحلوه اللي فيها شغل وتحركات من اللعيبه. لكن برضو بلوم على كابتن عماد النحاس النهارده في تاخر التغييرات بتاعته. النهارده هو كسبان 1-0، وللدقيقه بيكلي احرز الهدف في الدقيقه 64. النهارده عندك على الاقل من الدقيقه 60 ابدا بقى من نص ملعبي، ازود الكثافه الدفاعيه في نص الملعب، واقدر اشتغل على الكرات الطويله او السرعات. خاصه النهارده المقصه خلاص بقى اخر 30 دقيقه ما بكاش على حاجه، عايز اكسب المباراه، فبدا يرمي اوراق هجوميه كتير في المساحات ظهرت في خط ظهره. فالنهارده يعني التغييرات اللي عملها كابتن عماد النحاس اتاخرت شويه. اول تغييره بس بعد الخساره او بعد التعادل قصدي، كان كريم مصطفى مكان محمد مجلي في الدقيقه 69. ده كان الافضل قبل انت قصدك كده.
كان لازم قبل التغييره الهجوميه دي يعني. كريم مصطفى اللي هو دايما بيستخدمه في ورقه هجوميه للمكسب، لا كان لازم يحط واحد في نص الملعب ويقفله غير طريقه اللعب. أوكي. من 4-3-2-1 اللي بيلعبها المورين، لا ممكن العب 4-4-2 واقفل الاطراف اللي كان بيشتغل من عليها المقصه، وابدا اشتغل بقى على الكرات الطويله، محمد طلعت، احمد علي، الناس اللي تقدر تستغل السرعات دي. تمام، اذا ثلاث مباريات انتهت بيهم النتائج زي ما قلت لحضراتكم في البدايه. سريعا جدا عايز اقول لحضراتكم جدول ترتيب الدوري العام المصري. الزمالك في المركز الاول ب 41 نقطه، بيراميدز 35 نقطه، مقصه في المركز الثالث 30 نقطه، الاهلي في المركز الرابع 27 نقطه، والانتاج في المركز الخامس 27 نقطه ايضا، مقاولين العرب في المركز السادس 26 نقطه، طلائع الجيش في المركز السابع 24 نقطه، حرس الحدود في المركز الثامن من 24 نقطه، سموحه المركز التاسع 23 نقطه، الداخليه في المركز العاشر 20 نقطه، النجوم ووادي دجله والاتحاد السكندري 20 نقطه، وام بي والمصري والجونه 19 نقطه. اما الاسماعيلي في المركز قبل الاخير، ولكن لعب 15 مباراه الحقيقه من 19 مباراه وعنده 17 نقطه، بتروجيت ايضا في المركز الاخير وعنده 15 نقطه من 18 مباراه. ده كان جدول ترتيب الدوري العام. كابتن عادل، كابتن ابراهيم، كابتن اسامه، انا عايز اسال حضراتكم عن سريعا جدا عشان وقتنا انتهى، عايز اسالكم عن من سيتم قيده في القائمه الافريقيه من وجهه نظر الكابتن عادل ومن وجهه نظر الكابتن ابراهيم ومن وجهه نظر الكابتن اسامه. خليكم تفكروا واقرا بس شويه. احمد سمير ابو علام بيقول يا كابتن اسلام احنا بنبعت عليه على طول وانت مش بترد على التعليق. ماشي، اديني رديت. رامي ربيعه وحسين الشحات ورمضان صبحي وناصر ناصر ماهر، كريم محمد بيقول مساء الخير رامي ربيعه وصالح جمعه. مساء الفل يا كابتن اسلام. محمد فضل بيقول صالح جمعه ورامي ربيعه. حسابات، ما انت بتقول ربيعه وعشان مشكله السردباك، ومؤمن عشان مشكله نص والفراوده. ربيعه لو جاهز ومعاه اي حد، محمود وحيد لازم ينضم معاه اي حد، مصطفى رشاد بيقول صالح وربيعه لو جاهز ولو مش جاهز يبقى محمود وحيد، صالح ووحيد. نور محمد بيقول لازم صالح، لازم صالح ثلاث مرات. هشام عثمان بيقول صالح جمعه ومحمود وحيد وصالح ووحيد عشان تجنب اصابه معلول. مصطفى محسن بيقول صالح ووحيد. يعني من كتير جدا. قول لي يا كابتن وجهه نظرك قبل ما اقول اي حاجه. انت بالنسبه للناس طبعا الحس الاهلاوي واضح من الاختيارات. طبعا انت عندك علي معلول البديل، ما فيش بديل، صابر رحيل مشي، فانت عندك ايمن اشرف وبيلعب في المكان اللي هو بيجيده مساك، فما عندكش احتياطي غير محمود وحيد. اوكي، يبقى ده لازم 100%. وفي مؤمن زكريا وصالح واحمد الشيخ ومحمود وحيد ورامي ربيعه. مؤمن زكريا طلع اظن هيطلع اعاره. تمام. وبرضه بالنسبه لرامي انا بعتقد انه بالنسبه لرامي بقاله سنتين ما بيلعبش، صعب ان انا يتم قيده دلوقتي. فانا مع الجمهور المحترم محمود وحيد وصالح. كابتن ابراهيم، انا متفق مع كابتن عادل 100% لان المركز بتاع الناحيه الشمال دي اولا هيبقى صعب جدا نلاقي بديل. رامي ربيعه بقاله مده برضه، انا متفق معاه، الاصابه هتمنعه انه يكمل السنه، لسه محتاج لسه تقويات وانه يدخل اعداد تاني ويدخل ماتشات وديه عشان يرجع لحالته الطبيعيه اللي كان عليها قبل الاصابه، فهياخد مننا السنه كلها. احنا مفتقدين حد في النص يبقى واصله بين المدافعين وبين اسيست جيد، هو صالح. صالح جمعه ما فيش احسن منه. اتمنى انه يمشي بمبادئ النادي الاهلي ان شاء الله. لعيب كويس، وخساره تضيع موهبتك في حاجات مش مظبوطه لا تتماشى مع مبادئ النادي الاهلي. اتمنى ان احنا نراك ان شاء الله في الاساسيين في النادي الاهلي وفي منتخب مصر ان شاء الله. كابتن اسامه، يعني لو قلنا احمد الشيخ في مكانه في بدايل موجوده، حسين الشحات، في رمضان صبحي، في ناصر ماهر، في عناصر ممكن تشتغل في المكان ده، لكن صالح جمعه ممكن يشتغل ديفندر وممكن يشتغل في الحته اللي بيلعب فيها ناصر ماهر، يعني بيلعب في مكانين. فممكن يكون صالح جمعه موجود. عندنا كان الاختيار ما بين رامي ربيعه ومحمود وحيد. رامي ربيعه زي ما كابتن عادل قال بقى له فتره بعيد عن الملعب، يعني انا افضل محمود وحيد، خاصه ان احنا عانينا من الحته دي في البطوله اللي فاتت، بعد كان اصابه علي معلول لما طلعنا ايمن اشرف يلعب باك ليفت. ايمن اشرف يعني في الباك ليفت ما بيعملش الدور الهجومي بشكل عالي جدا،
لا يعني اسيبه مساك واحط بقى محمود وحيد عندي موجود مع علي معلول، ما طلعش ايمن اشرف من المساك للباك ليفت، فهو يبقى صالح جمعه ويبقى محمود وحيد. اذا الكل طبعا والجهاز الفني هيبقى ليه وجهه نظر طبعا لا احنا بنتكلم في نقطه اخيره اتفضل. حسين رجاء الحلقه دي عشان الموضوع ده اتفضل. حسين الشحات لما كان في المقاصه بيجيد التسديد بكلتا قدميه يمين وشمال ودايما بيبقى جاي مندفع من الخلف، فانا بقترح ان الراجل ده بيلعب الهاف المدافع او صانع اللعب لانه بيجيد الحته دي. هو يمكن في الامارات كان الراجل بيلعبه على الطرف في الماتشات كاس العالم على اساس ان هو كان بيخليه يستغل سرعته ان الكره اول ما بتطلع تتلعب له وبعدين يروح عاملها مرتده لراس الحربه بتاع فريق العين. هو بيجيد قوي لو تابعنا ماتشات المقاصه هتبص تلاقيه كان بيلعب في الحته دي، بيلعب الهاف المتقدم او صانع اللعب وعنده حريه حركه انه يشتغل. لما يبقى هو حسين مع وليد يعملوا يربكوا اي دفاع في يعني في مصر يلعب يا اما رقم اما رقم ما يلعبش على الطرف لا دي مش عادله 10 يبقى تحت يعني مكان مثلا ممكن ناصر ماهر او وبعدين ممكن يبقى راس حربه يعني حتى في 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 الفتره اللي جايه ديت اعتقد برضو ان جايين الماتش اللي جاي يعني بفضل ان هو ما يبتديش بيه لان برضو اجاييه لسه بقاله فتره فانا ما ادفعش بيه وبعدين لا قدر الله ما يوفقش انما حسين ممكن في الحته دي هيبقى جاهز عن نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراته القادمه. زي ما قلت لحضراتكم غدا ان شاء الله في تمام الساعه 10:30 هيكون عندنا حلقه من ملعب الاهلي هنكون فيها مع حضراتكم، هنتكلم عن المباراه الافريقيه للنادي الاهلي وهنتكلم بقى في كل الجوانب كيف يستطيع ان يفوز النادي الاهلي، فريق شبيبه الثوره الجزائري كيف يلعب وهو في المركز السادس على ما اعتقد في الدوري الجزائري، كل حاجه هنجيبها لحضراتكم بكره وهنطمن ايضا على بعثه النادي الاهلي. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. واخيرا هيكون معانا تقرير عن اهم ظواهر الدوري العام في هذا الموسم حتى الان، نطلع نشوف هذا التقرير ان شاء الله هشوف حضراتكم بكره في تمام الساعه 10:30 وحلقه جديده من ملعب الاهلي خاصه بالمباراه الافريقيه. شكرا ونلتقي غدا ان شاء الله.